أكد مدير إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف أسامة الصايغ أن الإدارة لا تدخر جهدا في دعم احتياجات الأسرة كونها اللبنة الأساسية في استمرار المجتمع، وخلال ندوة نظمها مركز العلوم الإسلامية تحت رعاية إدارة الوقف الجعفري ناقش المتحدثون المفاهيم المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق والتي من شأنها المساهمة في استقرار الأسرة والمجتمع. السعي الجاد نحو تبني تأسيس مركز متخصص تطوعي غير ربحي يقوم بإعداد الدراسات العلمية وتنسيق الجهود وطرح الحلول والبرامج العملية الكفيلة بصيانة كياننا الأسري والمجتمعي. حدث انقلاب كبير في القيم والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في الأسرة، وأخذت تحل محلها عادات وقيم وتقاليد أخرى كقيم الرفاه والاستهلاك والأنانية وغير ذلك من قيم أثرت بشكل كبير على تماسك الأسرة واستقرارها. الطلاق بالرغم أنه مفهوم سيء وإنسان يشمئز منه، ولكن في ظل هذا السياق هو مفهوم جيد ومفهوم محمود إذا فهمنا حقيقة الزواج. الزواج بين القيم الإنسانية بين الطرفين من أجل الكمال والتكامل.